عامل علاقه كويسه جدا لبائع الخبز على العجله اللي احنا بنشوفها في كل احياء مصر الشعبيه. فهو عبده رمزي اغراقه في المحليه ده فعلا هو اللي هيوصله للعالميه. عبده رمزي يمكن انا في حوار خاص معاه يعني قلت له يا ريتك عندك لغه، يعني في للاسف احنا بيبقى محتاجين الفنانين الفطريين المميزين يبقى في نوع من الاهتمام بيهم من الدوله من جهات مختلفه، ولو بكورسات بسيطه في اللغه تساعدهم على الحركه، كورسات في الاتصالات، خصوصا ان احنا في مصر لسه ما عندناش، اذا ما كانش الفنان متحقق بشكل كبير وعنده جاليري بيتحرك من خلاله بيبقى صعب عليه الاتصال خصوصا في عدم وجود لغه. بيشارك ايضا الفنان طارق الكومي، وطارق الكومي من الفنانين المعروفين وهو مدير متحف محمود مختار ومن المميزين في الـ في الـ في الخامات اخرى زي الحجر ايضا وزي البرونز والبوليستر. شارك مشاركه قبل كده في مكتبه اسكندريه وكانت هي دي السبب ان اللجنه اعجابها بالعمل اللي كان في مكتبه اسكندريه انه يشارك كمان معانا كاسم من الاسماء الفنانين المعروفين، ويدي دفعه للشباب المشاركين من الفنانين الشباب نجوم الشباب اللي معانا كمال الفقي. كمال الفقي عامل حل لشخص متحرك بشكل مجرد معتمد على القطاعات السابقة التجهيز. من ايضا من الفنانين الجيدين واللي لهم مشاركات مميزه اسعد سعيد فرحات، وان كان مش من الناس اللي اتعمل عليهم سبوت لايت كتير لكن الحقيقه هو مفاجاه من مفاجات السيمبوزيوم، مقدم عمل فيه نحت فراغي مبني على حسابات فراغيه بحته، وده لون مختلف من المدارس النحتيه. كمان مشارك معانا الفنان احمد عبد الفتاح وايضا من نجوم الشباب. في رؤيه السيمبوزيوم ويمكن انا كعضو في اللجنه وباقي زملائي اعضاء اللجنه قادرين نشوف الاعمال وهي لسه في مرحله التجهيز، احنا شايفين النهايات بتاعت الاعمال عن طريق الموديل النماذج اللي اتعملت الاعمال، قدرنا فعلا ان احنا نختار مجموعه مميزه جدا من الفنانين المصريين المشاركين على اختلاف اعمارهم دون النظر لاسماء الفنانين، توجهات مختلفه، اساليب مختلفه، حتى الالوان اللي هيتلون بيها الاعمال كمان كل فنان ليه رؤيه خاصه بيه. انا اعتقد ان سيمبوزيوم القاهره الاول لنحت عيد الخرده هيكون نتاجه مميز لاقصى درجه، والحقيقه انا بشوف انه هيكون على المستوى الدولي من حيث مستوى الاعمال المقدمه، وهو اوريدي بدا يبقى فيه كونتاكت بين سيمبوزيوم القاهره لنحت عيد الخرده وبين سيمبوزيومات تانية على مستوى العالم وجهات بدات يحصل كونتاكت عن طريق التواصل عن طريق شبكه الانترنت والفيسبوك عن طريق الجروب بتاعنا، وعددنا يعني اعضاء الجروب لغايه دلوقتي اكثر من 1500 عضو، واتمنى ان الناس تيجي تشرفنا وتتفرج على المعرض وهينبسطوا جدا من الاعمال المقدمه. Ce symposium s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les institutions privées et gouvernementales. Une coopération qui vise à parvenir à une innovation hors norme dans le monde des arts plastiques qui fait face à des difficultés au niveau pratique et exécutif.
اتخصصت في مجالي بعد كده في مجال النحت بجميع خاماته وبالاخص خامه الحديد. ليا مشاركات عديده قوي في على مجال المعارض المحليه ودوليه. اشتركت في كذا سيمبوزيوم مع مكتبه اسكندريه، اثنين سيمبوزيوم للحديد وسيمبوزيوم اسوان لدورتين، وبرضو اثنين او ثلاثه سيمبوزيوم خاص للحجر الجرانيت والرخام. دي اول مشاركه ليا في القاهره في سيمبوزيوم القاهره الاول لنحت الحديد. يعني انا كنت سعيد جدا بمشاركتي في اول دوره. طبعا انا تم اختيار الماكيت بتاعي من ضمن الماكيتات اللي هي كانت معروضه على اللجنه. الماكيت بتاعي انا مختار فيه الاشكال الهندسيه لان هي اكثر اشكال معبره عن مدى الدقه وفيها الخطوط الحاده. انا تصميمي بيعتمد على خطوطي الافقيه مع الراسيه في تقاطعات زوايا 90 درجه، بعبر فيها عن العلاقات اللي هي المفروض تتواجد بين الناس او بين المجتمعات او بين الانظمه من خلال خطوط واضحه وصريحه بتدي نتائج واضحه وصريحه في خلال زوايا 90. دي فكرتي ببساطه جدا عن العمل اللي انا بقدمه في السيمبوزيوم دوت. اتمنى بعد كده للسيمبوزيوم ان هو يكون دولي السنه الجايه ان شاء الله، تكون الدوره الجايه اكبر في مكان اكبر بوجود مشاركين اكتر، يكون فيها فنانين اجانب، لان في كتير ابتدوا يسالوا عن السيمبوزيوم من اصدقائنا اللي هم اللي احنا بنعرفهم عن طريق الانترنت، ازاي نكون نشارك، طب في الدوره الجايه امتى؟ فاحنا نتمنى ان يكون في مشاركات اكبر وتوسع اكبر. برضو بتمنى ان يتسع فرصه للفنانين للمشاركات الاكتر في المعارض اللي بتنظمها الدوله، تمام، ونسقط الضوء على كتير من الفنانين ونقرب الفن للمجتمع العادي بحيث يبقى متذوق، لان في كتير بيتعاملوا مع الفن انه حاجه غريبه او حاجه رفاهيه فما بيقدروش يتفهموه. فنتمنى برضو ان يحصل اسقاط للضوء على الفن والفنانين ومشاركاته وخطوات العمل عشان الناس تعرف قد ايه العمل دوت بياخد جهد من الفنان عشان يوصل بيه للنتيجه النهائيه. هي خامه الحديد فيها ميزه كويسه جدا، هي خامه مباشره سريعه النتيجه. يعني انا بقدر من خلال خامه الحديد لان هي خامه تجميعيه بمجرد استخدام مكنه اللحام بمجرد تجميع بعض العناصر ببتدي اوصل لشكل شبه نهائي للعمل. انما في الخامات الاخرى بتحتاج لتحضير، بتحتاج ليها خطوات عديده عشان توصل للشكل النهائي، انما خامه الحديد اسرع. الحديد فيه شقين من الحديد اللي هو الحديد الخرده، وده بيبقى خامه بنتم اختيارها عن طريق الاماكن اللي هي فيها الخرده الكتيره دي، فانا اقدر ان انا اخلص العمل بتاعي وانا بمجرد ان انا اختار نسبه العناصر بتاعتي اللي انا محتاجها واجمعها، فده بيدي سرعه. اما لو انا بشتغل حديد مثلا بنظام الحديد القطاعات اللي هي موجوده متوفره في السوق اللي هي الشيتات او المواسير او البراط، فانا ببقى واضع الديزاين بتاعي بمجرد ان انا ببتدي اقطع الاشكال بالمقاسات اللي انا عايزها ببتدي اجمعها، فبتديني نتيجه اسرع من اي خامه ثانيه. فده اختلاف اللي انا بشوفه من وجهه نظري في خامه الحديد. يعني انا خامه الحديد طبعا من الخامات المقربه ليا جدا، انما في تصميمات او اشكال انا بحب اعملها لا تصلح مع الحديد، فبضطر ان انا انفذها بخامه الحجر او الرخام او ساعات البرونز.